18 سنة كان بيجهز عشان يخش امتحان دبلوم زراعة، نزل يلعب بلاي ستيشن مع أصحابه. قبل المشكلة دي ب10 أيام. قبل المشكلة دي ب10 أيام. طب خلينا نسمع من الأم، والقصة زي ما مكتوبة عند حضرتك في الكابشن، هو بسبب خناقة على 20 جنيه على ساعة بلاي ستيشن صحابه قتلوه. اتفقوا مع بعض. ايه المشكلة اللي قبلها ب10 أيام؟ هي دي المشكلة بتاعت البلاي ستيشن ديت ب10 أيام. كانوا اتفقوا مع بعض يروحوا يلعبوا مع بعض بلاي ستيشن. دول صحابه من زمان؟ هو وصاحبه ده اللي هو قتله. ده صاحبه من زمان؟ اتفقوا مع بعض يروحوا يلعبوا مع بعض، فاتفقوا ان هو اللي المغلوب يدفع حق اللعب اللي هم هيلعبوا. فجه ابني غلب، اللعب اتعمل على 20 جنيه الفترة يعني اللي هم قعدوا يلعبوا فيه. فقال له ادفع يا احمد، قال له لا مش هدفع يا خالد. لا انت اللي هتدفع، قال له لا انت اللي اتغلبت يا احمد، انت تدفع ال 20 جنيه. قال له لا. عملوا بقى مع بعضيهم وشد مع بعضيهم، جه ابني سابوا خصموا ال 10 ايام. ابنك خصمه 10 ايام؟ وما بقاش يكلم ولا يعمل عشان الموقف اللي هو حصل منه. التاني القاتل ما صدق لها، ابني نازل كان يوم التلات الساعة يوم 7/2، نزل ابني يجيب حاجة من عند البقال بعدين بشارعين كده. هو ابني جاب الحاجة ورجع الشارع داخل، راح بعت له اتنين لابسين كبات على دماغه. الدنيا كانت ضلمة مش عارفة احددهم انا، والنور كان انت كنت شايفه من البلكونه؟ انا لا ما شفتوش، ده باين في الفيديو لما جابوه بعدين. ابني مات، جابوه خدوه وودوه له ناحيه الجراج اللي هو هموت ابني عنه. شدوه من كده؟ خدوه تحت بطاطه وكده وشو ودوه ده اللي كان. انا دي واقع توجع، انا عارف حاجه يعني حبيبي قمه الوحشيه. انا عارف يا امي، انا عارف ده ابنك الوحيد، يعني انت عندك ولدين وده بعد 13 سنه ربنا بعد 13 ربنا رزقني بيهم. 13 سنه ربنا رزقني هو ربي وربي فيه بقالي 18 سنه ونص. وهو كان العاهي بتاعي وابوه متوفي بقاله 3 سنين وهو اللي كان سندي، هو اللي كان انا واحده صاحبه مرض كان بيجيب لي علاجي وبيصرف عليا وعلى اخوه ويصرف على تعليمه وتعليم اخوه. كان بيشتغل يومي وكان بيجي من المدرسه يروح يشتغل في مصنع هدوم في محل بقاله في على توك اي حاجه عشان يجي حبيبي، يعني هو كان بيدرس ويشتغل يجيب رزق يوم بيوم عشان يصرف علينا عشان ما نحتاجش لحد ولا نمد ايدينا لحد. معلش يا امي بس تاني انا هسألك سؤال تاني، هو دخلك الاساسي كان من شغل خالد؟ والله يا حبيبي حسب الشغل اللي كان بيجي 500 سنة 400 600. جوزي كان شغال في مطعم اللي كان اكبر دك باليوم، هو دوت كان هو عائد بتاعي. وكنت بحمد ربنا تعشينا ما تعشيناش، كنا بنحمد ربنا وبننام وما نمدش ايدينا لحد. هتصرفي منين يا امي الفترة اللي جاية؟ انت عندك مدخل رزق. ربنا عنده كتير يا حبيبي، ربنا مش هينساني يعني. هو خلقني هينساني وينسى اخوه؟ مش هينساني ومش هينسى اخوه يا حبيبي. لا. انت عندك اخ صغير، عندك ابن صغير. ابني الصغير دوت هو في تاني اعدادي في المدرسة. يا عيالي مش صايعة، ولا انا ابوهم مات وانا هبلت فيهم وسبتهم ولا حاجة، ده انا بكمل معاهم تعلمهم وكل حاجة. طب عشان خاطر امي بس، اهدي عشان صحتك ونحتسب عند الله شهيد، وربنا يا رب يعني يحسن ختامنا جميعا. يعني اهدي بسم الله عليه. والله انا عارف، والله انا عارف ده مفيش وجع اكتر من كده. انا عارف لكن نحتسب بذنب حسناتك يا رب. عقلي وعقلي وقطم وسطي وحرق قلبي وقبل قفل، بص الدنيا
كلها بالنسبة. انت ما كنت شايفين هو كان كده من زمان؟ انت يا امي مش قلبي ابني كان طيب وما كانش بيشيل اسوء من حد يا حول الله. بس هو كان ليه خناقات معاه؟ كان بيتخانق مع حد قبل كده بالشكل ده؟ كان ابني لا احمد ده. احمد ده كان بيتخانق في الشارع عند امه وبره وكده، وكان من قيمه شويه كان عامل خناقه في ناس معاه في الشارع وكان ازايز وضربهم ولعين نار وعاملينه في الشارع عنده في الشارع فهو باين من زمان ان هو ماشي ومش حلو. وقعد في كراش قاعد ولا حد بيسال فيه ولا حاجه، قاعد في الكراش يعني في الشارع ليل ونهار. ومين الاثنين دول يوم اللي هو بعد دول؟ الاثنين اجارهم ولا الاثنين في المنطقه ولا؟ انا ما اعرفش اصحابهم مين، لان هم رجاله كبيره ولا شباب صغير في سن يوم. في سن شباب زيهم 18 سنه شباب زيهم كده، لان هم باينين في حجم بعض. مش باينين رجاله وحاطين كمان كده زي ما تقول. هو ده داخل الشارع بترص صابله، فقالوا لهم روح هاتوه، جم خدوه ودوهوله، بس انا مش عارف احددهم عشان النور كان قاطع، كان اللمبه مطفيه فالكاميرا مش جايبه وشهم. راحوا واخدين ابني ودوه، يا دوبك 5 دقايق لقيت اللي بيصوتوا بره ويقول لي خالد اتبع. هو انتوا عرفتوا من الناس يا امي صح؟ عيل كده ده علي عيل. بس معلش يا امي، انا هنا في منطقه البيوت قريبه من بعض، يعني ازاي يعني انا وانا داخل شايف كذا حد في الشارع، ازاي ما حدش اتدخل؟ والله طد ولا هو كانوا مر عند الجراج في الشارع اللي ورايا على طول. في الجراج اللي هي حصلت دي حته هاديه. طب خلاص يا امي. واخوه خلاص ماشي. اخوه لما عرف ان ابني مات كان في كاميرا في الجراج، كسر الارض بتاعها عشان حقيقة ابني تروح وعشان حق ابني يروح. يعني الكاميرا الواضحة اخو كسرها، اخو احمد كسرها عشان حق ابني ما يجيش. وانت دلوقتي احمد اتقبض عليه ولا ايه اللي حصل؟ اتقبض عليه من ساعته من وقتها. كان في واحد على الصوت اللي اشتغل في الشارع، في واحد ايه؟ واحد صاحبه تاني برضه طلع على الصوت العيال لما صوتوا، لما لقوا ابني مطبوح مرمي في الشارع. هما مش عايز اعرف يعني، فهو ده شاهد يعني؟ كان شاهد فيها وخدوه احدوا يومين وكده وخدوا شهادته وطلع. الولد ده هو اللي كان صوت، هو سمع صوت يا هو في بيتهم، طلع في بيتهم برضه جنب الجاروش. والولد ده كان ساكن جنبي، راح جه على الصوت لقى ابني مرمي في الارض ودمه سايح، راح قلع. ومين الاثنين دول؟ مين الاثنين دول؟ من صحابكم ولا ناس من بره؟ بس ما نعرفهمش، مش باينين في الفيديو. طب حبيبي. معلش، هل حاجة تانية حصلت ما بين أحمد وخالد غير ال 20 جنيه؟ لا، هما كانوا بيزعلوا قبل كده ويرجعوا يتكلموا تاني. ماشي، بس يعني هل يعني دي خناقة ممكن يكون وراها حاجة أكبر من كده ومش معروفة يعني إحنا ما نعرفهاش؟ ولا هي عشان خناقة البلاي ستيشن؟ يعني هي فعلا خناقة بلاي ستيشن عشان سبب 20 جنيه؟ بجد؟ أيوه حبيبي. مش حاجة تانية؟ كل أصحابه قالوا كده، كل أصحابه قالوا موضوع ال 20 جنيه، لأن هما ما كانتش عارفة، هما ما كانش بيحكي لها حاجة. لما راحت ابني ايه اللي عمل؟ انت بتعمل فيه كده ليه؟ بتقول لاحمد لما راحت المستشفى لقيته، بتقول له لاحمد انت بتعمل فيه كده ليه؟ قال لها احنا كنا بنهزر، وهم مطلعين اشاعه ان هم بيهزروا. حضرتك انا خالد، حضرتك اخت الاستاذ. يعني تاني معلش، الموضوع فعلا 20 جنيه؟ هي دي الحقيقه. كل واحمد بيقول بعد ما عمل ده احنا بنهزر. قال لي الضابط اللي في المستشفى بيقول له انت بتعمل فيك، انت مين اللي عمل؟ هو اول ما خالد الله يرحمه يعني وصل المستشفى، هو قال كلمتين وفقد الوعي. هو قال له انت اسمك، كان في ضابط هناك ابو امين شرطه مش عارفين يعني اسمك ايه، قال له اسمي خالد. قال له ماشي، انت مين اللي عمل فيك كده يا خالد؟ في واحد تخين واحد رفيع جايبك. قال له التخين. قال له اسمه ايه؟ قال له اسمه احمد خانكه. بعد كده فقد الوعي. خالد يعني قام حبيبي من الوضعيات. وبعد كده هي الكلمة دي هي في ثانية، أول ما دخلوا المستشفى على طول قال الكلمتين دول. يعني هو وصل للمستشفى. وصل المستشفى شايلينه مربعة، وأول ما وصل إليه لو هما الاثنين دول غرقانين دم برضك وابني غرقان دم، فهو راح يا دوبك ربنا يعني زي ما تقول ألهمه عشان يقول مين يا عيني اللي عمل فيه كده، راح سأله السؤال
وراح قاطع النفس بعد كده. ولما البوليس راح يدور على الكاميرات اخو احمد ده العيال واقفين كلهم قالوا كده. بس خالد الله يرحمه اعترف على احمد والناس الشهود قالوا احمد. هو اخوه اول ما لقى الموضوع كده وخالد وقع وخدوه جريوا طبعا دماغه شغاله دخل الجراج كسر جاب الهارد كسر الهارد ولا ما اعرفش كسر الكاميرات المهم خد الهارد كسره وعشان طبعا يضيع حق خاله وما هي حاجه ما فيش حاجه تدين اخوه طبعا بس ربنا رزق وربنا كرم بالشهود على احمد الشهود وهو ايوه وهو لما راح بقى بيقول له انت بتعمل فيه كده ليه يا احمد قال له لا ده احنا كنا بنهزر طبعا قال له يعني ايه بتهزر يعني انا امسك مات واقطع لك رقبتك واغزك هنا وهنا وفي صدرك وفي لمس كمان وفي كمان روسيه ولا بنيه رايح عينه بوشه ده وارم وازرق قال له كل ده هزار يعني انا امسك مات واقطع لك رقبتك اجيب اربع شرايين واقول لك انا بهزر معاك كل ده في خمس بيقول له احنا بنهزر وحتى اهله بيقولوا للناس ده هزار هو كان بيهزر هم كانوا بيعملوا ايه يعني ده قدره وقضاؤه ان هو مات صح ماشي يا امي بس ما فيش حاجة طب هو كان شارب ايه معلش انا اسف يعني هو نوع ايه مخدر ده اللي بيعمل كده ايه ما بيقولوا خمرة خمرة ايه كان في انا رحت المستشفى واقول له مين اللي عمل كده يا احمد هي شافته في المستشفى انا شفته في المستشفى انا رحت وراه لا لا امبارح هيبقى تاني ومين لخته بقى دي بيقول له ايه اللي عمل في ابني كده يا احمد مين يا احمد اللي عمل كده ليه يا احمد وصلت لي كده يقول لي ده بقى على ازازه صغيره كده يا خالتي وهيتعقبت وتخيط هيتخيط ويمشي معانا واحمد ده كان بيجي البيت هنا يا امي ياكل ويشرب والله برحمه الغالي كان بيجي ياخد له اكل من هنا وكان بيجي ياكل ويشرب هنا والله ده اللي حصل برحمه الغالي ده اللي كان حصل هو كمان لما خدوه الاثنين اصحابه وهشوا كلب بيقول له ده بهزر لما ضربوا قلمين راح محضرب وقال له انا اللي عملت فيه كده كان عاوز يضيعه اعترف على نفسه هو احمد اعترف اول لما الاثنين خدوه هنا هش عليه معاه كلب مسعود في الجراج هش عليه كلب فخالد بيعمله برجله فبيقول له لا يا اسطى ان الهشه مش كده هوريك انا بقى الهشه ازاي مش كده يا اسطى الهشه كده وكيل النيابه هو اللي قال لها والظابط وكيل النيابه اللي كان بيحكي معاها قال لها ان انت تعرفي ابنك فيه ايه قالت له لا انا ما اعرفش قال لها ابنك واخد طعنه في ايده الشمال وطعنه في ايده اليمين وقطع في الرقبه وواخد روسيه او بنيه في عينيه رايح عينه ووشه وارم وازرق والعيال اللي كانوا واقفين بيقولوا كمان كان فيه طعنه في رجله بس احنا لسه طبعا الطب بتاع ده بتاع الطب الشرعي طبعا لسه هو اللي هيظهر كل الاصابات اللي كانت فيه لان هي ما شفتهوش هو هم خدوه المستشفى كان الله يرحمه بقى كان خدوه قعدوا يقولوا لنا هنعمل اسعافات وما اعرفش بس هو كان الله يرحمه يعني ولا كانت يدخلوا يعني هو رايح مصفي 80% من دمه في شارع المطحن هنا وسلم المستشفى والعربيه اللي كان رايح فيها الدنيا كلها واصحابهم نفسها مستحمين للدم انا ما رحتش انا لقيت دم بس ابني اللي مرمي في المستشفى وقال لا يا امي صبرك يا رب يا رب الصبر عشان انا كده هتجنن لا 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 يديك الصحه يا رب يديك الصحه يا رب وتفرحي باخوك يا رب انا كده الوجع اللي عندك ده يا امي ربنا يا رب يلهمك الصبر يا رب يا رب يلهمك الصبر يا رب وحق خالد يرجع يا رب ان شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شاب يا رب يا رب يعني انا ما اعرفش بس انا البيت اللي انا داخله ده بيت ناس طيبه وناس شقيانه على عيالها انا ما اعرفش ازاي ان خالد يتوجد مع احمد واحمد ان انا ما تزعليش مني انا مش مصدق 20 جنيه الحقيقه بتاعت بلاي ستيشن يمكن حاجه تانية ما هو مستغرب برضو انك منطقه شعبيه على فكره ما تحصلش من منطقه شعبيه ده احنا هنا البيت جنب البيت الناس جنب بعض في الشارع الناس يعني كلنا داخلين في حياه بعض مش عشان ايه الاخلاق بقى يا فندم ما هو انا يا فندم عشان كده بس انا هو شارب حاجه ما انا مش مش الله مش قبل احنا ابننا لا احنا مفيش حتى تقرير الطب الشرعي اكد ان مفيش حاجه انت ايه لا في احمد شارب حاجه انا بسال احمد شارب حاجه ايه 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 اللي ممكن فاهمه كلامك بس الله اعلم ده واحد مش ما عندوش عقل واحد مش قادر ان هو يعني اكيد حياتي النبي هتقوم ما انا هقول لحضرتك لو انا مش في وعي واحد بيقول لي شيل معايا ما اقولوش لا ارميه هتجيب لنا نصيبه سيبه واجري هو احمد بيقول للشاهد ارميه هتجيب لنا نصيبه قال له شيل معايا انت عملت ايه في الواد انت موت
يعني معلش واعل نفسه بيقول له الضابط كان في ضابط هناك بيقول له انت رايح فين؟ قال له ده انا رايح اجيب غيار غير اللي فيه دم. قال له غيار ايه غير اللي عندك؟ تعالى 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 اما اشوف الحاله اللي انت جايبها دي. لما قال له بهزر والكلام طبعا ما عجبش الباشا اللي واقف وقال له بقى هزار ايه ده يعني انا اعمل فيك كذا؟ راح قال له لا ده هو الاول قال له ايه على ازازه؟ قال له ازازه ايه اللي تعمل فيه كده؟ فراح قال له لا ده احنا كنا بنهزر. يشرح ابني ويقول هزار هزار ايه؟ وخالد كان على يعني صاحبه او حد مثلا في الشارع خالد انسان يعني كان ولد محبوب كان اولا مكافح جدا وكان بيروح مدرسته هو كان بيدرس ويرجع يشتغل. ايوه دي حقيقه دي حقيقه يعني توك معلش كان بيشتغل عليه محل بتاع ده مصنع ملابس محل بقاله يقف عادي ما يهموش ما بيستعيبش حاجه. عندك اخوه ده ما يعرفش يقول لها لا انا اتكسف. لا خالد الله يرحمه كان في اي حاجه بيشتغل اهم حاجه ما يعزوش لحد ويقول لها طول ما انا معاكي. يوم بابا لما مات بتقول لي يا خالد ابوك مات وانت لسه كان في اعدادي والحمل تقيل عليك يا خالد. قال لها انا معاكي هو ما تحمليش حمل. الله يرحمه كان مكافح وكان لو ساب شغل يروح يدور على شغل تاني ويسأل اصحابه شوفوا لي شغلانه ولو راح شغل يشوف لاصحابه. يعني هو كان انسان بيحب الخير للناس كان محبوب جدا. الناس الكبيره عيطت على الرجاله الكبار الجدود والله ناس جدود البنات لطمت عليه وصوتت اصحابه اللي اتعلق له محاليل واللي قاعد عنده حاله نفسيه كام يوم حابس نفسه وما بياكلش الحريم اللي صوتت عليه قدام المستشفى. احنا كنا قدام المستشفى بتاع المستشفى بيقول انا ما اعرفش ايه الزحمه دي قالوا له ده الحاله اللي جوه معلش النعش بتاعه هنا في جامع هنا اسمه الخليل احنا صلينا فيه كنا هنصلي في جنب المقابر في جامع اسمه الشهداء ناحيه بهتين كده. فاحنا قلنا مامته قالت الجامع ده كبير ونروح نصلي ايه فيه عشان يبقى كميه ناس كبيره مصليه عليه. الجيران وقفوا لنا وقالوا ده ابننا وابن منطقتنا ولازم نصلي عليه في منطقتنا. ده خالد احنا كلنا بنحبه وابننا ومربيينه وصمموا ان هم يصلوا عليه هنا وراحوا شالوا البتاع على كتفهم النعش ما رضوش يخلوه يركب العربيه. حبايبه كتير مين عربيات مين اللي هتشيل الناس دي كلها؟ كل الناس مشيت وراه. احنا معانا على فكره في ناس من اصحابه ومصورين الجنازه والناس بتجري واللي بيتكفى ويقع يروح على جنبه والتاني يجري واطفال وكبار وصغيرين. هو كان محبوب والله يرحمه يعني الله يرحمه. البنات موتت نفسها عليه والستات والناس الكبيره واصحابه بقوا مرميين على الخشبه كده يقولوا لا ما يتفقش مش معقوله ده. كانت بتعيط عليك يا رجالة جدود كبيرة كانت بتعيط عليك يا حبيبي الله وهو الله يرحمه قبل ما يموت يعني اليوم اللي مات فيه الله يرحمه يا رب ويسامحه يا رب ويجعل قراره الجنة. قرايبه كلهم كلمهم على الواتس وتواصل مع اللي ما بيكلمهمش اصلا كلمهم اللي كلمها على الواتس وهو ماشي كده يهزر خمس دقايق قال لواحدة هزر مع واحدة ومشي مجرد خمس دقايق ما الناس ما بقتش مصدقه مش كنا مصدقين يعني قاعد مستنيه على الشارع اكيد يعني ما لحقش ولا يهزر ولا لحق يتخانق مع حد معلش يعني بس يا حبيبي بتربص.